مرحبا جميعا، جاسر مصطفى وجي توكس وفيديو جديد. هو مش جديد، هو الجزء الثاني من فيديو كان نازل الاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي نزلت الجزء الاول عن فيديو كان بحكي عن كيف تصير تجيك المصاري اوتوماتيك، كيف تصير تجيك الفرص برضو اوتوماتيك من غير ما تقلب حالك وتروح تدور عليها. في الفيديو الماضي عملنا ديسكشن وحطيناه في الكومنتس، او الناس بلشت تحط في الكومنتس، او ان شاء الله تكون الناس حطته في الكومنتس. فعليا اللي انا بدي اياه منك تحط لي اذا انت حضرت الفيديو الماضي في الكومنتس لهذا الفيديو، ايش رايك في الفيديو الماضي وايش الاشياء اللي انت فعليا بلشت انك انت تعملها من الاشياء اللي انا حكيت لك اياها في الفيديو او الجزء الاول من هذا الفيديو. واذا ما كنت حاضره فروح احضره، هيو موجود هون، روح احضر هذا الفيديو واللينك تبعه راح يكون موجود في الديسكربشن بوكس، وحط لي بعدين في الكومنتس على هذا الفيديو ايش رايك في الاشياء اللي حكيناها وهل فعليا راح تبلش تعملها ولا لا. اليوم راح ابلش في الجزء الثاني، نكمل عن النقاط اللي حكيناها في الفيديو السابق، فخلينا نبلش. مرحبا جميعا مرة تانية، أنا جاسر مصطفى وهاي جي توكس، وهذا الجزء الثاني من الفيديو اللي كنا نحكي عنه في الانترودكشن. فانزل عملنا لايك شير سبسكرايب انيبل النوتيفيكيشن بيل واحضر الفيديو بعدين حط لنا رأيك فيه في الكومنتس. النقطة I think وصلنا للنقطة التاسعة. النقطة التاسعة اللي راح تخلي هذه الفلوس أو in general الفلوس والفرص تجيك لحالها، لو أنت اشتغل على حالك وظلك اشتغل على حالك، هي نقطة فلسفية فعليا بس أنا بحبها كثير. اشتغل على حالك لدرجة أنك أنت بعد ما تخلص هذا الشغل اللي على حالك تصير مصدر فخر لعلى الأقل شخص واحد، يعني على الأقل شخص واحد تكون أنت بالنسبة له مصدر فخر، ويكون شايف أنه اللي أنت واصل له أو اللي بتعمله شيء يفتخر فيه. إذا وصلت لهاي الشغلة فأنت بتكون عملت إشي كثير سفاح وإشي كثير منيح فعليا، لأنه ما حد راح يفتخر فيك إذا أنت اللي بتعمله إشي تافه، أو اللي إذا الإشي اللي أنت بتعمله فعليا هو مش مصدر للفخر. هلأ النقطة رقم 10 I think وصلنا، هي نقطة جدا مهمة، نقطة شوفة حال شوي بس لازم تكون موجودة عندك. لا تهتم بالمرة لأي شيء سواء بينحكى عنك أو بينحكى لك، ما تحطه في بالك بالمرة، واللي حكى ولا كأنه موجود بس. وطبعا خاصة إذا كان الشيء اللي حكى لك أو اللي انحكى عنك هو إشي سلبي، بس اعمل حسابك دائما whatever الإشي اللي بتسمعه أو الإشي اللي بتشوفه أو الإشي اللي بينحكى عنك أو اللي بيوصل لك أو اللي بينحكى لك سواء كان سلبي أو إيجابي، تاخده ويكون عبارة عن مدخلات أو input للبروسس أو للبروغرس اللي أنت فعلياً بتعمله وبتشتغل عليه علشان يطلع مخرجات أحسن من الشيء اللي أنت you have planned أو اللي خططت لها. فواحد حكى عنك حمار، واحد سوري بالكلمة، أو غبي، أو ما بتعرف تشتغل، أو اللي أنت بتعمله غباء، أو اللي أنت بتعمله مش صح، أو اللي أنت بتعمله مزعج، أو whatever كان النقد السيء أو السلبي اللي ما هدفه إنه يكون بناء، تاخده بتشوف فعلاً تطلع عليه هل في منه هذا الحكي، إذا في منه هذا الحكي طور عليه، وإذا ما في منه بتاخده برضه وبتطور عليه وبتدخله على البروغرس تبعك وبتطلع مخرجات تكون أحسن لإلك أنت وبوجهة نظرك أنت مش للشخص اللي حكى. للشخص اللي حكى قلنا نسا ولا كأنه موجود ولا كأنه حكى، يعني هو عبارة عن شادو، حتى شادو هو مش شادو، هو عبارة عن إشي شفاف أنت فعلياً مش شايفه بس أخذت الإشي اللي بفيدك منه. وصلنا النقطة رقم 12 ولا النقطة رقم 11؟ خلينا نعتبرها 12 عشان العد. لاحظ 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 دائما، لانه الملاحظه هي السورس اوف امبروفمنت لاي شيء، وملاحظتك خليها تكون على كل شيء حواليك، كل شيء بتعمله، كل شيء بتمر من عندك، كل شيء بتشوفه، كل شيء بتسمعه. هي حتكون شيء مزعج، ممكن حتكون شيء مزعج لإلك، ممكن حتكون مرات مزعج للناس اللي حواليك، بس سنس انه الملاحظه اللي انت قاعد بتحاول انك انت تعملها سواء كونشسلي او انكونشسلي بوعي ولا بدون وعي، بتخطيط ولا بدون تخطيط، مش تعدي على حريات الناس اللي حواليك او على حدودك، اعملها واستفيد منها. وبعد ما تاخذ موضوع الملاحظه هذا وتكون شفت وتفحصت وعرفت كل الاشي اللي صار وكل البنود اللي انت مرت عليك، خذ منها الدروس والعبر والاشياء المفيده والزبده اللي برضه راح تخليها تكون عباره عن انبوت او مدخلات للبروسيس اللي انت بتعملها عشان تطلع اوتبوت او مخرجات احسن من الشيء اللي انت كنت خطط. هلا النقطه رقم 13، انه بالله عليك لاحظ لي انه انا طول الفترة اللي انا عملت فيها الفيديوهين او الجزئين عن انك انت هاو تو جنريت ماني، كيف تجيب مصاري او كيف تجيك مصاري اوتوماتيكلي، وكيف انك انت تجيك فرص احسن من اللي انت تدور عليها بدون ما انت تروح تدور على هاي الفرص، انا ما جبت لك لا سيرة المصاري ولا سيرة الفرص
ولا انك انت تروح تدور عليهم يعني هيك دايركت، اروح ادور على generation of money، ايش المجال اللي بيعطيني مصاري، او اروح ادور على generation of opportunities، انا يصير تجيني فرص احسن. ما قلت لك سوي هذا الحكي، فلاحظ اني انا ما جبت لك سيره هذا الموضوع. ليه؟ لانه بعد كل البروسيس اللي انا حكيت لك اياها فعليا، وبعد السنين هاي اللي انت اشتغلت على حالك فيها، انت فعليا هاي المصاري وهاي الفرص راح تصير هي تدور عليك، تصير تلحقك، وكل ما تحكي مع حدا راح يصير يعرض عليك فرصه زياده. صدقني هذا الحكي عم بعطيك اياه من واقع تجربه عمليه مريره صعبه. انا ما كنت متبع انه فعليا انا لو عملت هيك راح يصير هيك later on، بس انا عم بحكي لك عن شيء انا فعليا خطه، يمكن اكون مش احسن حدا مر فيه، بس انا بحكي لك عن فعليا عن نتائج، عن اشياء قاعده بتصير معي فعليا. عم بعطيك الاشي اللي اليوم انا صرت الاحظ انه لو عملت هيك راح يصير هيك، او لو عملت هيك فبالاغلب راح يصير النتيجه الفلانيه اللي انت متوقعها، او احسن من النتيجه الفلانيه اللي انت متوقعها. فلاحظ ده. هلا في نقطة مهمة، أتوقع نقطة رقم 13 هي نقطة مشابهة لوحدة حكيناها يا بهذا الفيديو أو بالفيديو الماضي. اشتغل على حالك كثير منيح لمرحلة إنك أنت تصير قدوة على الأقل شخص واحد. المرة الماضية حكينا إنك أنت تصير مصدر فخر، مصدر فخر مش شرط إنك تكون قدوة، بس إنك تكون قدوة يعني هذا الشخص بتطلع عليك، أو هدول الناس عم بتطلعوا عليك، عم بيأشروا عليك أنت، يعني تشتغل على حالك لحد ما تصير الناس تأشر عليك أنت وتحكي أنا بدي أنجز زي الإنجاز اللي أنجزه هذا الشخص، أو أنا بدي أعمل زي العمل اللي عمله هذا الشخص، او بدي انجح زي النجاح اللي نجحه هذا الشخص، او بصير احكي زي هذا الشخص، او بصير البس زي نقي المجال اللي انت فعليا شايف انك انت مبدع فيه، او قادر انك انت تكون قدوه على الاقل شخص واحد، بغض النظر كم كان عمره، طفل صغير، كبير، دكتور، مهندس، كنترول باص، سايق تاكسي، مين مكان هذا الشخص، حاول انك انت توصل انك انت تصير قدوه لشخص واحد على الاقل. لأنه إذا أنت بتصير قدوة لشخص واحد على الأقل، معناته أنك أنت نجحت في على الأقل نقطة أو مجال واحد من المجالات اللي أنت قاعد تسعى فيها. مستحيل تكون صرت قدوة لشخص معين إلا إذا هي believes in you، ما عمره حدا راح يصدقك أو تصير أنت قدوة له إلا إذا أنت فعليا مجتهد وبتنجح وبتساعد اللي حواليك ينجحوا كمان. فهي شغلة كثير مهمة حطها في بالك دائما. هلا النقطة اللي بعدها اللي بعتبرها أهم من كل اللي حكيته قبل، إنه بعد ما توصل للمراحل اللي أنا حكيت لك إياهم بهذا الفيديو، تبلش تحصد ثمار الإشي اللي أنت زرعته وتعبت عليه وسقيت وتغلبت فيه، وبلش تجيك الفرص فعلياً، وبلش تجيك الفلوس فعلياً، ما تحكي إنه يس خلص أنا هيك نجحت أموري تمام، لا استمر وابني عليه، خليه يصير أحسن دائماً، وما بعرف يعني ضلك دائماً إنجز وإنتج في المجالات وتعلم في مجالات جديدة. زي ما حكيت لك مرة ثانية لا توقف. اللي كنت أحكي لك إياه اللي هو هيك أنا خارج عن النص، إنه الفرص راح تجيك كثير، راح تجيك كثير فرص بعد ما تسوي هذا الحكي، ولا تنغش أو تنغر بأول فرصة أو بأول مبلغ أو بأول عرض مالي بيجيك أو بأول عرض عمل بيجيك، أو يعني هدول الشغلات هم شوي تريكي، لأنك أنت كيف تختار الجزئية أو العرض أو الفرصة اللي هي فعليا لقدام راح تكون أحسن لك. فما تأخذ أول فرصة بتجيك دائما، ما تاخذ اول عرض مالي بيجيك دائما، اول فرصه ماليه بتجيك دائما، لا تنغر فيهم واستمر. مرات راح تحكي لا ما بدي هاي الفرصه، مرات راح تحكي يس هذه الفرصه اللي انا بدي اياها. حاول تشتغل على حالك من اليوم انك انت تعرف تقرر لما تجيك هذه الفرص، انه هل انا راح اخذ هاي الفرصه ولا لا. هذا جدا ضروري، ضروري جدا تعرف كيف تقرر هل راح تاخذ الفرصه او العرض المالي او لا. بعد ما عملت كل هذا الحكي ووصلت لهذا العمر اللي اتوقع راح تكون بين 27 و30، فحاول انك انت تفتح شغلك انت الخاص، او انك انت تطور من الشغل اللي فعليا قاعد تشتغل عليه، ما تضلك مكانك. هاي محور ضروري انك انت تشتغله بشكل كثير 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 مهم. هلا نقطه صراحه يعني كثير 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 فلسفيه، وصراحه ايموشنال وتاتشز مي بشكل كثير كبير. اشتغل على حالك لغايه ما توصل لمرحله تجيب كل الاشياء او اي شيء انت كنت تحكي انه انا لو صرت مليونير مستحيل اروح اصرفها عليه واجيب هاي الشغله. يعني في اليوم اللي انت تحكي انا مستحيل اروح اشتري سياره مرسيدس مثلا 80000 دينار او 80000 دولار او واتيفر كان سعرها 100000 دولار او واتيفر. اشتغل حالك لغايه ما تصير واصل لمرحله انك انت قادر تجيب هاي السياره وتجيبها فعليا وما تاثر عليك اقتصاديا او ماديا. وبعديها المرحله اللي بعدها مباشره كمل انك انت تشتغل على حالك لدرجه انك انت كنت تحكي انه انا مستحيل اروح اشتري سياره مثلا نيسان جي تي ب 3 مليون دولار مثلا او 2.5 مليون دولار لانها بعزقه. اشتغل حالك لغايه ما تصير انت قادر انك تجيب هذه السياره من غير ما تاثر عليك ومن غير ما تكون شايفها انت شيء كثير 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 كبير واو. اشتغل حالك لغايه انك انت تقدر تحكي انه جيب الشغله اللي انت كنت تحكي مستحيل اجيبها. واشتغل على حالك يمكن هاي شوي زنخه النقطه وما حدا حيحبها،
اشتغل حالك لغاية ما توصل للمرحلة اللي الناس بتحكي شو بتحكي بتقول لك الفلوس تغير النفوس. فاشتغل حالك لمرحلة ما انه تكون وصلت لمرحلة معك فلوس اللي بتغير النفوس بس ما تخلي نفسيتك تتغير، خليها دائما تتغير للأحسن. ليش كثير كنت مركز على موضوع الفلوس؟ لانه كلنا الهدف تبعنا فعليا نشتغل نرتاح ماديا، نرتاح نفسيا، نرتاح اجتماعيا، والفلوس جزء كثير مهم من حياة كل شخص وبدور انه هو يرتاح ماديا عشان يقدر يتفرغ للأشياء الثانية. اكيد مش هي الهدف واكيد مش هي السورس اوف هابينس او مصدر الفرح، لكن هي جزء كثير مهم من حياتنا اليومية والاجتماعية والعائلية. ان شاء الله تقدروا انكم انتوا توصلوا للمكان اللي تجيبوا فيه الاشياء اللي كنتوا تحكوا انه انا مستحيل اجيبها لانها بعزقة بطريقة كثير مريحة من غير ما تروح تدور على الفلوس. هلا رح اوقف لهون بهذا الفيديو، وبعد 15 سنة ان شاء الله ممكن اعمل الجزء الثاني. من هون ل 15 سنة حطولي في الكومنتس ايش الاشياء اللي عملتوها واللي فادتكم من الجزئين اللي انا عملتهم من هذا الموضوع او هدول الفيديوهين اللي رح يطلع اللي الجزء الاول والفيديو فعليا انت قاعد بتشوفه. حط لي بالكومنتس التعليقات ايش رايك كل النقاط اللي انا حكيتها، ان شاء الله انها تكون نقاط كثير مفيده للكل، واحكي لي ايش انت راح تمشي عليها. ومن هون ل 15 سنه بنضل نحكي على هذا الفيديو ان شاء الله اذا ربنا احيانا، نضل نحكي ايش اللي بنعمله وايش اللي قاعدين نستفيد منه وايش اللي طلع صح وايش اللي طلع غلط. والجزء اللي راح اعمله بعد عارفش 10 15 سنه راح نحكي راينا بهاي النقاط وهل هي فعليا فادتنا ولا لا، وراح احكي ايش نظرتي عن الموضوع ان شاء الله اذا ربنا احيانا من هون لفتره 10 15 سنه، لان انا عمري 30 29 فلهون بكفي، ما حقدر افيدك بعد ال 30 الا لما اعيش هاي الفتره على خير ان شاء الله. الله يوفقنا جميعا وسلام.